النهاردة هنعمل مكرونة بالبشاميل. المقادير بتاعتنا هيكون 5 معالق دقيق، معلقة سمن، نص كيلو مكرونة قلم أو مكرونة سباكتي بتكون أخف، ربع كيلو لحمة مفروم، كوباية شوربة، بيضة، رشة ملح، بصل ولبن. أول خطوة هتجيبي بصلة وتقطعيها صغير جدا وتحطيها في طاسة، هتجيبي معلقة سمن كبيرة وتسيحيها، وبعدين هتنزلي باللحمة في الطاسة وتشوحي كله مع بعضه لحد ما البصلة تصفر، وبعدين رشي رشة ملح صغيرة وسيبيه لحد ما يستوي. تاني حاجة هنعملها مع بعض، هتجيبي حلة وتملي 3 ارباعها مية، وبعدين تحطي فيها نقطة زيت صغير عشان لما تحطي المكرونة ما تلزقش وتعجن منك، وبعدين هتحطي المكرونة وتستني لحد ما تستوي. تالت خطوة هنعملها، هتجيبي صينية وبعدين تحطي معلقة سمن وتجيبي 5 معالق دقيق وتمزجيهم ببعض كويس جدا، وبعدين هتجيبي اللبن وتنزلي شوية شوية لحد ما يكونوا قوام مناسب ليكي. الخطوة الرابعة، هتجيبي الكمية بتاعت المكرونة وتحطي عليها نص الكمية بتاعت البشاميل، وبعدين تخلطيهم ببعض كويس جدا، وبعدين تجيبي الصينية اللي احنا جبناها تحطي فيها نص الكمية بتاعت المكرونة، وبعدين تجيبي الكمية بتاعت اللحمة المفرومة بالبصل، وبعدين تيجي تفرشي عليها من فوق النص التاني بتاع المكرونة. الخطوة الأخيرة، هتجيبي الكمية اللي فاضلة من البشاميل وبعدين تحطيها على وش الصينية، ويفضل ان انت تكوني كسرتي بيضة وحطتيها على وش الصينية بعد ما تكوني قلبتيها وخفقتيها كويس جدا. وعشان بقى تبقى آخر خطوة ولمسة أخيرة تخلي الشكل حلو، تجيبي جبنة موزاريلا وترشيها رشة خفيفة كده من فوق، وتحطيها في درجة حرارة في الفرن متوسطة لمدة ساعة الا ربع.